أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة من حلقاتنا الأسبوعية معلمي شكرا، والذي نستضيف في كل أسبوع ضيف خدم التربية وله البصمات الكثيرة في مجال التربوي. ضيفنا لهذا الأسبوع الدكتورة بتول عبد الله، مراقب المرحلة الثانوية في منطقة مبارك الكبير سابق. سادة بتول، أنا سعيد تكونين ضيفة معنا اليوم. أنا أسعد ويعطيكم العافية. الله يسلمك. ما قصرتوا. نأخذ هذا الفاصل أعزائي المشاهدين ونعود إليكم نستكمل حديثنا مع الدكتورة بتول عبد الله. عدنا إليكم بعد هذا الفاصل أعزائي المشاهدين وحلقتكم معلمي شكرا. ضيفنا وضيفكم لهذا الأسبوع الأستاذة بتول عبد الله، مراقب التعليم الثانوي في منطقة مبارك الكبير سابقا. أستاذة بتول، دخولك لعملية تعليمية والتدريس، ودنا نسمع بدايتك، شلون دخلتي التدريس حتى تدرجتي في الوظيفة فأصبحتي مراقب التعليم الثانوي في منطقة مبارك؟ في بداياتي أنا طبعا لما تخرجت من جامعة الكويت، تربوي، نعم، علم الأحياء. طبعا تخرجت تربوي، اتجاهي راح يكون دايركت التربية. نعم. فتعينت معلمة أحياء، ما شاء الله، واستمرت معلمة أحياء لمدة فترة من الزمن، بعدين ترقيت إلى رئيس قسم علوم. نعم. ومن رئيس قسم العلوم إلى مدير مساعد. نعم. ومن مدير مساعد إلى مدير مدرسة. أول مدير مدرسة أي في أي مرحلة؟ مدير مدرسة. أول مدرسة كانت وين؟ في أول مدرسة كانت ثانوية الرقة، أول تعييني في ثانوية. نعم. الرقة. ثم تجربتك في أول ثانوية درتيها في ثانوية الرقة، شلون كان طباع إدارة أول عمل إداري يكون الأستاذة بتول؟ كنت معلمة. نعم. ورغم صغر الحجم وصغر السن في ذاك الوقت، كنت معلمة جدا نشيطة، ولدرجة معينيني حاطيني إشراف الأجنحة. نعم. من يشوفوني البنات ينحاشون. وصلت أبلة بتول، فكان يعني كان عندي سمعة قوية، مع أنها أول سنة ترى خبرة، ما شاء الله، توني سنة أولى تدريس يعني، بس اكتسبت يعني وايد الكثير من المهارات اللي عطتني قوة الشخصية. بعد هذه قوة الشخصية يمكن فيها يدخل العامل الوراثي أيضا. صار في عندي علاقات طيبة مع زميلاتي، علاقات طيبة مع الإدارة، قامت الإدارة تستعين فيني سواء في الإشراف أو في البقصة في المدرسية أو في كل جوانب العملية. أيضا علاقات طيبة مع الطالبات، وإلى الآن أنا عندي طالبات إلى الآن متواصلة معاهم، سواء اللي كانوا بداياتي أو حتى وأنا مديرة مدرسة، على طول أنا متواصلة معاهم. بعد ما ترقيت، بعدها بفترة ترقيت، طبعا تمت مقابلتي كرئيس قسم، رشحت كرئيس قسم، تمت مقابلتي والحمد لله اجتزت المقابلة وبجدارة، وفورا يعني أبد بعد انتهاء المقابلة بفترة تعينت على طول رئيس قسم. رئيس قسم تعينت سنة 92 في ثانوية تيماء بالجهرة. والله أنا لأن قلت لهم، قالوا لي وين تبين؟ قلت لهم أي مكان بالكويت أنا أخدم، سواء بالجهرة الأحمدية أي مكان تودوني أنا أخدم، ما عندي مشكلة. رحت الجهرة، كان بعد الغزو مباشرة. والله. أول وحدة أنا دخلت المدرسة، ناديت الدفاع المدني، نظفوا لي المدرسة، كانت وقتها الله يرحمها شريفة الأمير، كانت بعد هي كانت مديرة متوسط عمرة بنت رواحة، بس على أساس أنها تنتقل إلى ثانوية مقررات، كانت أول ثانوية مقررات تنفتح في الجهرة. فأنا فتحت الثانوية وسجلت 200 طالبة أول دفعة، أنا سجلتهم قبل لا توصل ست شريفة الأمير الله يرحمها. بعدي بشهر داومت على ما انتقلت من المرحلة المتوسطة، فأنا سجلت 200 طالبة وبناتهم إلى الآن يعني ما شاء الله بصمات حلوة. الحمد لله. بعد ذلك الحمد لله رحت لوظيفة مدير مساعد، وطلعت الحمد لله نجحت وتعينت في ثانوية هدية مدير مساعد، وبعدها فورا بأربع سنين رشحت لوظيفة مدير مدرسة، مع أن السنة اللي قبلها كنت قائم بأعمال مدير مدرسة. أذكر على أيام القروي
الله يذكره بالخير. ثم بعد ذلك اشتغلت في ثانوية برقان من سنة 2000 إلى 2010 مديرة ثانوية برقان. كنت خبرة 10 سنين هذه من 2000 إلى 2010 أستاذة. شنو أعطت أستاذة بتقول خلال أعطتني سنة؟ الكثير. تعلمت الكثير. أنا لما استلمت برقان كان فيها تقريبا 2000 طالبة. أكبر مدرسة بالكويت، وكنت زعلان أني رايحة أكبر مدرسة. حتى دخلت على المدير العام عبد الله المرشد قاعد أقول له أستاذ يعني ودوني مدرسة أصغر، هذه مدرسة عودة. كان يقول لي أنت حق برقان. وبعدين قال لي إن شاء الله نشوفك في برقان. سبحان الله، هو يا مدير عام لمنطقة مبارك. المهم واشتغلت أول سنتين كانت مدير شؤون تعليمية عندنا أستاذة منى اللغاني. ما شاء الله. قاعد أقول لها ست منى أنا خلال سنتين اكتسبت خبرة 20 سنة في برقان. لأن مدرسة كبيرة وكان فيها نوعيات كثيرة من الطلبة، كل أنواع الطلبة اللي تتوقع موجودة، أعداد المعلمات وايد، الطالبات وايد، كان فيها شغل، كان يحتاج لها شغل. والحمد لله اشتغلت أنا والاستاف معاي، ما كان يعني نجاح لي وحدي، لا أنا كونت جروب، جروب المدرسة كلها صارت عبارة عن جروب، ما شاء الله، وجروب كله يشتغل على قلب واحد. وإلى الآن احنا متواصلين ما شاء الله، شيء حلو. مع أني طلعت من عندهم مراقب تعليم ثانوي، لأن أنا لما كملت 10 سنين في برقان المفروض أتدور. يصير علي تدوير، وكنت مكملة 30 سنة تربية. فسألت ذاك الوقت بعض المسؤولين قالوا أبدا. قلت لهم أنا المعلمات كاتبين عريضة 3 أمتار بيقدمونها حق الوزير استثناء عن التدوير. كان يقولون لي راح تدورين حالك حال غيرك ترى. قلت لهم عيل خلاص أنا هذه 30 سنة وبتقاعد. كان يقولون من قال قدمي مراقب. قدمت مراقب والحمد لله كنا تقريبا 14 متقدم، طلعت انا الاولى عليهم ما شاء الله. ودوني رحت وين كانت المنطقه الشاغره الوحيده؟ الجهره. هي المقابله كلها حق الجهره. فرحت الحمد لله الجهره، وهناك اكتسبت بعد خبرات بس، ولقيت ناس تشتغل ايضا، لقيت معاي مجموعات كبيره تشتغل، لقيت منطقه مهتمه كانوا قياداتها ناس مهتمين بالعملية التعليمية، ناس جادين بصراحة يعني. كلهم كانت معي وقتها الله يذكرها بالخير لطيفة العجيل، كان يانا مدير عام عبد الله الحربي الله يذكره بالخير، ياتنا رقية علي يعني مجموعة رائعة، يانا بعد ياتنا استاذة فاطمة الكندري الوكيل المساعد. انا لما وصلت عندنا استاذة فاطمة الكندري عقب فترة انا قلت لها بس تعبت من المشوار يعني ما شاء الله، اي لان تأذيت من الطريق حيل يعني، تعرفت حق كذا حادث وكذا، قلت لها انا خلاص ودي انتقل مبارك. فسعيت في النقل وانتقلت الى مبارك. في مبارك واستمرت مبارك الى ايضا استمتعت في مبارك، كانت قيادات حلوة في مبارك. حلو. واشتغلت معاهم ولله الحمد. يعني أنا محظوظة لأني كنت كل مكان أروح له أو كل وظيفة أروح لها كنت ألقى حوالي الناس اللي أنا أرتاح لهم، ما لقيت مناغصات، ما لقيت عقبات. وبطبيعتي الإيجابية، أنا إيجابية أساساً وأشتغل يعني، فما لقيت بالعكس كل تشجيع ودعم من الجميع، من جميع المسؤولين معي كان دعم على طول. جيد ما شاء الله. سويت بصمات يا استاذ يعني ما شاء الله، كانت انا كويت حق المناطق معروفه وخاصه في المرحله الثانويه، واستمرارك في يعني عطائك في المرحله الثانويه يعتبر كمراقب التعليم الثانوي والمراحل الصعبه في ادارتها. وخاصه في مشاكلها ومعلماتها. استاذ ايوب بعرف الان، هل المراقب التعليم الثانوي هل الآن يعني السيستم اللي قاعد يمشي عليه هو نفس السابق اللي كان موجود مع بداية تعيينكم يعني من 2000 الحين ب 2018، ولا لا في أشياء تطورت عليه ومحتاجين حق تطوير أكثر من ناحية إدارة المراقب؟ ما أدري، هو التطوير اللي جه
يا نتيجة التطور العصري الحادث. نعم. هذا والتكنولوجيا الجديدة هذه، يعني في البدايات يمكن أول في بدايات 2000 أو 1900 كانوا المراقبين يشتغلون كله يدوي. كان شغلهم يدوي ومرهق ومتعب. نعم. لكن احنا الحمد لله جينا، وانا حاولت من بداياتي اني اخلي شغلي كله الكتروني. نعم. كنت مهتمه اني اخلي كل شغلي الكتروني، حتى اجتماعاتي كل الرسائل وسيله التواصل هذه عبر تكوين الجروبات والمجموعات كانت تتم بيني وبين مدرائي بكل سلاسه، وفورا يعني لما تطلب الوزاره الطلب أنا خلال يومين طلب جاهز عندي. نعم. ليش؟ لأنه يصير التواصل السريع هذا، يعني وظفنا التكنولوجيا. نعم. صح، يعني طبعا التكنولوجيا سلاح ذو حدين، بس إحنا الحمد لله يعني وظفنا التكنولوجيا. إذا استطاع المراقب وظفها توظيف سليم أتوقع راح يرتاح. نعم. ويكون عنده الإنجاز. نعم. واضح في هذا المجال. مسيرة ما شاء الله عليها حافلة أستاذة بتول. نطلع في هذا الفاصل أعزائي المشاهدين ونعود إليكم بإذن الله تعالى. عدنا إليكم أعزائي المشاهدين وحلقة من حلقاتنا الأسبوعية معلمي شكرا. ضيفنا وضيفكم هذا الأسبوع الدكتورة بتول عبد الله، مراقب التعليم الثانوي في منطقة مبارك الكبير. سابقا تحدثنا دكتورة بتول عن مسيرتك الدرج في الوظيفة حتى أصبحت مراقب في التعليم الثانوي في منطقة مبارك الكبير. أتوقع خلال مشاركتك أو استلامك في مراقبة التعليم الثانوي، أعرف أستاذ دكتورة بتول أنك شاركت في كثير من المؤتمرات، كثير من مهرجانات، وايضا حصلت على تكريم صاحب السمو كان في سنه 2005. نعم. كنت انا مديره ثانويه برقان. نعم. وكان مراقبنا استاذ عبد الله الحربي. ما شاء الله. وذاك الوقت انا اشتغل شغلي اللي انا ما احب امدح وايد بنفسي، بس اشتغل شغلي والواضح والمعروف على جميع المستويات. كان ياهم نماذج تعبئة الترشيح لتكريم المعلم. نعم. كان يقول لي أستاذ عبد الله الحربي السنة، طبعا كنا بجمع قاعدين، قال السنة التكريم لازم يكون لأم علي لمجهوداتها اللي تسويها. كان أقول له بس أستاذ أنا هذه رابع سنة والتكريم لازم 5 سنوات. ما شاء الله. إيه شروط التكريم إنه يكون في الوظيفة 5 سنوات، أنا كانت السنة الرابعة. كان يقول لي أفا عليك نكتب كتاب استثناء حق نورية الصبيح. وعلى فكرة ولذلك صرت أنا الوحيدة بالكويت المستثناة من شرط 5 سنوات. ما شاء الله. حاليا من سنتين نزلوا الشرط خلوه 4 سنوات. بس على أيامنا أنا خذيتها بجدارة يعني. وفعلا تكرمتي في هذا في حفل تكريم الأمير. نعم. زين استاذ، ايضا شاركتي مشاركات خارجيه، واتوقع المشاركات الخارجيه للمدراء او المراقبين تعطيهم نوع من الاثراء. انت كان لك رحله حق جامعه لاهاي. نعم. حكينا الرحله هذه في امريكا وشنو استفدتوا، وفي صوره عندنا معروضه، حكينا عن هاي الرحله استاذ. الرحله هذه طبعا لتعليم بنظام التعليم في امريكا. نعم. تعرفنا على النظام التعليم في امريكا ومنها تطوير الادارات المدرسيه، فزرنا الكثير من المدارس، درسنا في جامعه لاهاي، اعطونا محاضرات ودروس وورش تدريبيه لتطوير المنظومه التعليميه. ايضا رحنا مدارس، كان وقتها 2007 التكنولوجيا عندنا احنا توها يعني بدايات. نعم. لكن هناك شفنا مدارس تكنولوجية بالكامل من دخول الطالب إلى المدرسة إلى أن يطلع، يعني ما في كتب، ما في شيء لجناط، حتى يدخل المدرسة بكرت. حتى الحضور والغياب ينأخذ له بالكرت. إيه فكانت مدارس بصراحة رائعة. نعم. رائعة من ناحية التكنولوجيا والتطوير. نعم. ستعطي فائدة، هل الرحلات هاي تعطي فائدة للمدراء للمراقبين؟ نعم. عندما تتهمون وشنو تقدرين تستفيد منها، شلون يقدر يستفيد من هالرحلات؟ نعم. احنا لما رحنا جامعة لاهاي كان اساسا انهم يعلمونا على القيادة. نعم. القيادة والإدارة والقيادة التربوية، فانا استفدت منها يعني. انا صحيح رحت الدورة
وحضرتها وكنت باستمرار أقرأ واطلع على اللي خذيناه واللي تعلمناه هناك. ولذلك أنا لما انتهجت نهج التدريب بعدين أخذت التدريب القيادي. أنا حاليا أدرب المرقين للوظائف الإشرافية، سواء رئيس قسم أو مدير أو مدير مساعد أو حتى مراقب، يوني حتى موجهين أدربهم ما شاء الله. فهذه كان استفادة من الجوانب القيادية. نعم. أنا طبعا وظفتها، استفدت نعم. منها حيل يعني. نعم. ما أدري عن غيري، بس أنا بصراحة من وقتها ومن رديت بصراحة طبقت بمدرستي. حلو. طبقت وايد وايد أمور طبقتها بمدرستي، ولله الحمد يعني مدرستي كانت من المدارس المتميزة. يعني أنا مو بس أنا كرمت مدير مدرسة متميز، لا، حتى مدرستي ثانوية المتميزة ما شاء الله. حتى مدرستي طلعت المدرسة المتميزة. زين أستاذة، أيضا أنت من ما شاء الله عندك هم من الرحلات، يعني دائما وكنت محظوظة في أنك رحتي الرحلة حق سنغافورة. سنغافورة وماليزيا. نعم. ماليزيا سنغافورة، شنو هذه كانت الرحلة وشون؟ هذه أيضا لتطوير أداء القيادات التربوية والوظائف الإشرافية. أيضا من خلالها كان في محاضرات، كان في دورات تدريبية، كان في ورش، كان في زيارات لمدارس، وتعرفنا على نمط المدارس عندهم وشلون المدير، وهو المدير المدرسة يشتغل معاه 5 أشخاص. حاليا احنا حاطين 3 مدراء مساعدين، وهو معاه 5، وهو يدير المدرسة يعني من الألف إلى الياء، يعني حتى الأوامر هو يعطيها، حتى طريقة التدريس، أسلوب المستخدم في التعليم، هذا كله مدير المدرسة ومعاه المساعدين، مساعد مالي، مساعد تعليمي، ومساعدين كثيرين معاه يعني. فهذا يعني كان جانب حلو أن نستفيد من الخبرات الخارجية. نعم. والوظيفة. أستاذة، أنت شاركتي في المؤتمر الوطني لتطوير التعليم. نعم. وكنت أحد أعضاء المشاركين فيه، وأتوقع المؤتمر هذا لا زال يعني يذكر من إنجازاته. أبي تحكين عن هذا المؤتمر. المؤتمر هذا كان يركز على الجودة في التعليم. نعم. وتحويل المعلم من معلم يعطي معرفة إلى معلم موجه. نعم. يعني يوجه الطالب حتى يصل هو للمعرفة. نعم. عرفت شلون؟ يعني أنا ما أقعد أحشي مخه معلومات معلومات معلومات، لا، أعطيه مهارات وأيضا أتابعه في الوصول للمعرفة. هذا كان شيء رائع بصراحة، واستمرينا فترة طويلة على الجودة في التعليم، وكنا أيضا كنا نطبقها في مدارسنا. زين أستاذ، من خلال خبرتك وحضورك في هذا، هل يعني الآن المعلم الموجود الآن عندنا يختلف عن المعلم السابق، أم هي الوسائل اختلفت معنا؟ لا، المعلم هو المعلم في أي جيل كان. نعم. المعلم قديما ما كانت عنده الوسائل والأدوات اللي موجودة الحين والتكنولوجيا اللي موجودة الحين. وسائل اختلفت، معينات اختلفت، طرق التدريس نفسها اختلفت، أيضا الطلبة هم تغيروا. طلبة اليوم مو مثل طلبة أمس. طلبة أمس ما كانت المعلومات كذي متفجرة بزمنهم، ولا هو منفتح على العالم، ولذلك التعليم كان نوعا ما يعتبر أبسط من الحين. الحين شوية في صعوبة من ناحية التأثير على الطلبة والتحكم في السيطرة على الصف. نعم. وايد مهم، لأنه صار الطالب يشغل اهتماماته وسائل التواصل الاجتماعي، سواء من تويتر أو فيسبوك أو واتساب أو أيا يكن، أو سناب شات، فمهتم في هالجوانب يعني. فوضع المعلم حاليا صعب. يعني احنا لا نظلم المعلم، نقول البعض يقول ان المعلم حاليا مو كفاءة، هو كفاءة، كل وقت المعلم يكون كفاءة اذا وفر الجو، بس المعيقات الحين اكثر. نعم. اكثر المعيقات. نعم. استاذة، انت عندك تجربة الحوار في اذاعة في المانيا ذكر، فكان عندك هذه التجربة، يعني حكينا عن تجربة في الاذاعة الالمانية. الله يسلمك، أنا لما استلمت ثانوية برقان سنة 2000، والله دقوا علي اليونسكو، هما احنا ندري بنشاطك في ثانوية هدية وانتي نشيطة وهذا، وأكيد انتي راح
برقان راح تبرز مثلها مثل باقي المدارس المنتسبة لليونسكو، فنبي برقان أيضا تنتسب لليونسكو. فانتسبنا والله لليونسكو ومشينا معاهم على نهجهم. كان عندهم برامج طوال السنة سواء للهيئة التعليمية أو للطلبة أو للبيئة أو المجتمع المحلي أو المؤسسات، فإحنا كنا على طول وياهم. فإيش كانوا يسوون؟ كانوا بين فترة وفترة يسوون لنا ملتقيات، منو يتقدم بأفكار جديدة. ووقتها كان المؤتمرات مالتها كلها تتكلم عن وقتها المؤتمرات كانت كلها تتكلم، مؤتمرات اليونسكو كلها كانت تتكلم عن التنمية المستدامة. التنمية المستدامة وشلون ننمي الفرد تنمية مستدامة ومنها إلى البيئة الخارجية ثم إلى الشعوب. فكنا احنا نشارك، حتى انا رحت مع استاذه منى اللغاني، رحنا فرنسا حضرنا مؤتمر لليونسكو ايضا، كان معي مجموعه كبيره، كان معنا طلق الهيم مجموعه كبيره كان معنا، وحتى الوكيله تماضل الاستيراوي كانت معنا الله يذكرهم بالخير. فاحنا لما ردينا انا عندي منسقه محليه معلمه عندي في برقان، هي انا اخترتها انشط معلمه ورشحتها لأن أنا مديرة ما أقدر كل يوم رايحة أنسق وهذا. فمنسقة محلية الله يذكرها بالخير ومسيها بالخير نهى السلامة، الحين طلعت مدير مدرسة، كانت عندي معلمة رشحتها لليونسكو أنها تصير المنسق المحلي. فصارت هي المنسق المحلي، قاموا اليونسكو ودوهم رحلة إلى ألمانيا وكانت على طول متواصلة معنا. فلما راحت هناك ودوهم وزارة الإعلام الألمانية في جانب اسمه الإذاعة للمغتربين أو الإذاعة العربية شيء من هالنوع، فاتفقت معاهم على عمل التوأمة. أول مدرسة بالكويت إحنا نسوي توأمة ما شاء الله، توأمة مع شنو؟ مع جهات داخلية ومع دول برا. فاتفقنا على ان نتواصل معاهم ونشبك معاهم اونلاين. وقتها انا كنت ماده خطوط انترنت، فلما تواصلنا معاهم حتى حضر معنا استاذ حماد المترك، كان وقتها مدير عام المنطقه، حضر معنا وقعد. طبعا تكلمنا معاهم عن التعليم في الكويت والتعليم قديما والتعليم حديثا، شنو عندنا، شنو تطلعاتنا، هم شنو عندهم. تكلمنا معاهم واستاذ حماد المترك تكلم عن وقتها كان شنو تخفيف الحقيبة المدرسية، وطلع فيه وتكلم في الموضوع. فسألوه شنو قصدك بتخفيف الحقيبة التعليمية، كان يشرح لهم عن تخفيف منافع تخفيف الحقيبة التعليمية. بعدين اتفقنا معاهم ان نتواصل معاهم، يبون طابور الصباح لأنهم يبون معلومات عن الكويت، نظام التعليم فيها، تراث الكويت، تقاليد الكويت. هو كان يعني ما تقول حوار إذاعي عن العملية التعليمية داخل الكويت. الكويت نقلتوها حق وجهة نظر في ألمانيا. ما شاء الله يعني مشاركات وما شاء الله مشوار طويل دكتورة بتول. إحنا سوف نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم أعزائي المشاهدين. عدنا إليكم أعزائي المشاهدين في حلقتنا لهذا الأسبوع معلمي شكرا. ضيفنا وضيفكم لهذا الأسبوع الدكتورة بتول عبد الله مراقب التعليم الثانوي في منطقة مبارك الكبير. وكان حوارنا دكتورة مشوارك ومشاركاتك الآن بعد التقاعد، وين أستاذة بتول وشنو برنامجها وين نلقاها؟ أستاذة بتول لا زالت موجودة على الساحة ما شاء الله، ولا زلت متواصلة مع التربويين جميعهم، كل أحبائي السابقين لليوم أنا متواصلة معهم. أنا لما جيت طبعا أنا أخذت مدرب معتمد من ديكم 2010، اشتغلت في بداياتي شيء بسيط وأغلبه كان تطوع ومجاني، بس الحمد لله بعد التقاعد أنا حبيت أني أكمل في هذا المجال لأن القعدة صعبة في البيت
وحق الإنسان النشيط اللي يشتغل 35 سنة يشتغل ويقعد الفير ويشتغل مستحيل يقعد. فقلت ليش أنا خليني أشتغل في التدريب، أنا مدرب معتمد. والله واشتغلت في التدريب. بداياتي أول ما بديت كانوا يدقون علي المعلمات يستشيروني، هم مترقين بيترقون أو مرشحين للترقي للوظائف الإشرافية ويسألوني. فأنا قلت فعلا هم محتاجين هالجانب، احتياجهم، أنا لمست احتياجهم. احتياجهم إنهم يبون تدريب قيادي إداري، وأنا عندي تدريب قيادي وإداري. فكان أقوم وأسوي لهم دورة، هذا قبل 4 سنين سويت لهم دورة. ودورة يرد دورة، دورة يرد دورة، وهكذا. يعني أنا لو بوقف هم يتصلون لليوم، يتصلون فيني يطلبون دورات في التدريب القيادي والترقي للوظائف الإشرافية، وأجهزهم أو أعدهم للمقابلة. شلون تقابل، شلون تنجح في المقابلة، شلون تقدر تتمكن من في أدائها أمام اللي لجنة المقابلة وتقنعهم بشخصيتها، التأثير والقدرة على التأثير والإقناع. دكتورة بتول، أنا سعيد كنت اليوم كنت ضيفة عندنا في برنامجنا معلمي. شكرا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقك في حياتك العملية الجاية إن شاء الله، وأن تستمري في العطاء المستمر في مجال الدورات وفي مجال العطاء إن شاء الله تعالى. أنا شاكرت لك. الله يسلمك. أعزائي المشاهدين، في نهاية حلقتنا لا يسعنا أن نشكر الدكتورة بتول عبد الله، مراقب التعليم الثانوي في منطقة مبارك الكبير سابقا، على أمل اللقاء بكم في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.